يعني هي كاف تشامبيونز ليج اهم بطوله بالنسبه لي. شعور الكوره بتبقى الاهلي بيكسب اكيد بتبقى مليان على اخرها يعني. اوصف التشامبيونز ليج في كلمه واحده وكان اقول تاريخ. الاعلى حديد. انا احمد هشام 32 سنه. انا زياد محمد. انا مكة عندي 16 سنه. انا اسمي ايمن ابراهيم بس اسم الشهره بتاعي ايمن جيلبرتو. انا بشجع الاهلي بقالي 16 سنه. وبشجع الاهلي من 32 سنه. بشجع الاهلي من وانا عندي 7 سنين مثلا او 6 سنين. عندي 36 سنه يعني تقريبا بشجع الاهلي من وانا عندي 5 سنين او 4 سنين ف يعني عمره. يعني كاف تشامبيونز ليج اهم بطوله بالنسبه لي، يعني هي اصلا البطوله المفضله ليا، اكتر بطوله بحبها، اكتر بطوله بتفرج عليها عموما يعني كاهلاوي وك كمشجع كوره. افريقيا يعني هو اللي فيه منافسه، هو اللي بننزل له نتفرج على الماتشات، هو اللي كل سنه ممكن نخسر ممكن نكسب، بس بالنسبه لي حاجه مهمه جدا يعني. Immediately bends a lovely ball in there and that surely is the tie done and dusted. دوري ابطال افريقيا بتعني لي كمشجع اهلاوي او كل الاهلاويه، بطوله بنستناها كل سنه، الاهلي طبعا خدها 11 مره وكل سنه بتبقى بياخدها الاهلي بنستنى تبقى احلى من اللي قبليها وان شاء الله الاهلي ياخد البطوله ال 12 يعني. لا بطوله دوري ابطال افريقيا بتعني لي حاجات كتير. اعتقد يعني الجيل بتاعنا تقريبا ابتدى يرتبط ببطوله افريقيا دوري ابطال افريقيا، يعني بتتكلم في اواخر التسعينات واوائل الالفينات تحديدا بعد النظام الجديد بتاع الشامبيونز ليج بتاع افريقيا. افتكر مع بدايات كمان تصريح مستر مانويل جوزيه لما في اول ولايه ليه مع النادي الاهلي وقال ان ازاي تاريخ النادي الاهلي والنادي يعني النادي بحجم تاريخ الاهلي ما يبقاش معاه الكاف شامبيونز ليج كتير، وان اخر بطوله يكون النادي الاهلي توب بيها في الثمانينات 87. فدي كانت البدايه في 2001 الناس ابتدت تتعلق اكتر بالشامبيونز ليج، مع ان لما لقوا ان النادي الاهلي بيوصل للنهائي ومباراه طبعا السيمي فاينل كمان الشهيره قدام الترجي والفرص اللي ضاعت هنا في مباراه القاهره بعد كده مباراه الاياب في تونس وهدف سيد عبد الحفيظ الشهير. فاعتقد من هنا البطوله ابتدت الجيل بتاعنا يرتبط بيها اكتر، مع بقى الذكريات السنين اللي بعديها بنتكلم في 2005 بعد كده 2006 جون ابو تريكه مرورا بقى لحد جون قفشه وجون عبد المنعم. فاعتقد لا الشامبيونز ليج حاليا وفي السنين اللي فاتت هي بتعني لي انا شخصيا الكثير، البطوله يمكن حاليا الوحيده اللي ممكن الواحد يبقى قاعد الماتش بتاعه قاعد بيحضر له كتير وبيفكر فيه كتير. اول ماتش شفته الاهلي في تشامبيونز ليج كان بولنا اثيوبي 98، تعادلنا هنا 2-2 وخرجنا. وفاكر اول ماتش في دور الثمانيه مثلا 99 شوتنج ستارز 3-2 اول مره اشوف الاهلي بيكسب. اخر ماتش بتاع الولاد الفاينل بتاع 23 كنت قاعد بتفرج هنا في الاوضه وقعدت هنا اتنطس الاوضه، حتى لسه فاكر ابويا لما دخل قعد يزعق لي عشان كنت عمال برزع في الدولاب لما كنا خاسرين 1-0 لحد ما عبد المنعم حط الجون بتاعه وفضلت طبعا قاعد طول اليوم فرحان. They find a way. Well, that has changed everything. أنا والله يعني بص الماتش هنا كنت متأكد إن الأهلي مش هيكسب بسكور يريح، وأول وأنا طالع من الإستاد هنا 2-1 وأنا متأكد إن إحنا هنروح هناك 1-1. فضلنا هناك 1-0 للوداد وبعد كده بقى الشوط الثاني ابتدينا هو نقرب ومش عارف إيه وبتاع، وبعد كده جون عبد المنعم كان انا عايز اقول لك انا احتفلت بعد الجون ده مثلا بثانيتين من كتر ما انا مش مصدق انه جه، يعني برضه كانت من اللحظات اللي هي استنيت الكوره تنزل جوه الشبكه وتنزل تحت والاستاد محمد الخامس كله سكت عشان اصدق ان الكوره جت. جون معين عمري ما هنسى، نفس الجون بتاع محمد عبد المنعم، كنت فاكر ان علي معلول اصلا اللي لفها في الجون الاول. جون مهم جدا طبعا عشان قعدنا طول الماتش لعيبه الوداد بتضيع في وقت ويكون زدنا احنا لسه خسرانين السنه اللي قبليها وقاعدين اعصابنا بطريقه مش طبيعيه، وفي ثانيه اتخطفت
كده يعني، بس فضلنا قاعدين بيت الماتش على حس الجون ده يعني، فهو ده طبعا. فلا شوارع القاهرة طول عمرها بتبقى مختلفة تماما، لما النادي الاهلي بيكسب البطولة، النادي الاهلي هو الاكثر شعبية، النادي الاهلي زي ما بيقولوا بيطلع نادي الشعب بكل طبقاته بكل اطيافه. القاهرة ما بتنامش يعني، اول لما الاهلي بياخد البطولة القاهرة ما بتنامش. شوارع القاهرة فوق بعضها بطريقة مش طبيعية يعني. عشرين عشرين جون قفشه بتاع الاضياء ابطال افريقيا يعني، الجون ده يخلينا مش عارفين نتباهى قصاد الزملكاويه طول حياتنا، مش محتاجه يعني. الجون الوحيد اللي اكيد مش هنساه للاهلي في دوري ابطال افريقيا اكيد جون قفشه.